السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع ومرحبا بكم فيديو جديد. في هذا المقطع إخواني غادي نخليكم تسمعوا أبرز تصريحات جماهير فريق النهضة الرياضية البركانية هنا في شوارع مدينة بركان حول مباراة القمة، مباراة النهائي في مسابقة كأس العرش ضد الوداد، المباراة التي ستلعب بمركب مولاي عبد الله بمدينة الرباط. رغم بعد المسافة إلا أن هناك سيكون تنقل كبير لعناصر فريق النهضة الرياضية البركانية ولعشاق البرتقالي، تقريبا 80 حافلة تم توفيرها من أجل نقل الجماهير إلى العاصمة الرباط لدعم الفريق في هذا النهائي التاريخي. إذا نخليكم تسمعوا التصريحات ديال جماهير فريق النهضة الرياضية البركانية وتوقعات الجماهير حول لقاء النهضة بطلة كأس الاتحاد الإفريقي والوداد بطلة دوري الأبطال وبطلة الدوري. إن شاء الله نشوفوا مباراة تليق بين الفريقين وتكون الروح الرياضية والأخوية حاضرة بين جمهور الوداد وجمهور النهضة. تعودنا أننا نشاهد مباراة للتاريخ بين الفريقين. إخواني شاهدوا الفيديو وما تنساوش تشجعونا وتخليونا لايك واشتركوا في القناة باش دائما إن شاء الله تشجعونا من أجل أن نواصل دائما كل جديد. السلام عليكم. ديما بركان والكاس بركان. إيهو بركات بركانية إن شاء الله إن شاء الله. يلا السلام عليكم. أولا هذه الرسالة للاعبين، الله يحفظكم ما تحشموش بينا، تبارك الله عليكم. أولا وقبل كل شيء الروح الرياضية دائما سواء من طرفين لا للاعبين ولا للجماهير البركانية، نتمنى الشرف ولا تحمرنا وجوهاتنا. واش غادي نقول لكم؟ تبارك الله عليكم، يا ربي ما تحشموناش. السلام عليكم، احنا من الجالية المقيمة في الخارج، جينا من بلجيكا وفرحانين الدخول ديالنا للوطن الحبيب، ونتمناو الفريق ديالنا يفرحنا بهذا اللقب، وفرحانين باللقبات الاخرين اللي جابهم لينا، ونتمنوا ان شاء الله بحول الله سوبر ديال تكون ديالنا ان شاء الله بحول الله، ونتمنوا ان شاء الله بحول الله لي دو زيكيب يلعبوا مقابله بروح رياضيه، ونتمنوا حتى الجمهور لا من الجهه الوداد ولا من الجهه ديالنا يلعبوا اي يتفرجوا وما يكونش شغب. والكلمه الاخيره اللي غادي نقولها وهو نتمنوا الشفاء لسيدنا محمد السادس، ويحفظ ربي الاسره العلويه، وفرحانين بالدخول ديالنا للوطن ديالنا الحبيب، وسيرتو سيرتو احنا من المشجعين اللي كيتبعوا الفرقه النهضه البركانيه. راك شوف فيا انا راه سنين وانا كنتبع الفرقه ديالي لا من الخارج سيرتو في الخارج، في الخارج كيكون فينا واحد الحماس قوي باش نشوفوا النهضه البركانيه بداك شي مباراه اللي تكون زوينه وشي لقب. فريمون اوني تري كونتون بركان ديالنا ان شاء الله بحول الله. وهذه فرصه باش تفرحوا ان شاء الله معنا، وهذه فرصه ان شاء الله باش نزيدوا نفرحوا فرحه كبيره. واللي تمنيت وهو الفرقه ديالنا تلعب ل 90 دقيقه بروح رياضيه وبحماس باش يجيبوا لنا هذا اللقب. صافي هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. تحية رياضية لجميع الرياضيين، وتحية رياضية خاصة لجماهير البركانية. إن شاء الله غدا عندنا موعد في الرباط إن شاء الله مع الكأس ديال العرش، إن شاء الله راه مربوحة واحد 3-1 إن شاء الله، مع احترامي لفريق الوداد. والكأس نقول إن شاء الله راها جاية، راها مركبة في الكار إن شاء الله. المهم احنا راه باسم كجالية رحنا مع الفريق النهضة البركانية دائما من هذه سنوات، لعبنا الكرة هنايا، والمهم الحمد لله دائما مع النهضة قلبا وقالبا، ونتمناو غير الخير إن شاء الله. وحنا فرحانين بزاف، فرحانين بالفريق ديالنا النهضة البركانية كان مشرفنا حكا احنا في الجالية في الخارج ليه. الحمد لله 6 سنين ولا 7 سنين دار شي إنجازات، حتى فرق كبار على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الإفريقي ما قدروش يحققوش حق فريق النهضة. كنشكروا الجميع لا من الصغير ولا الكبير، لا من بعيد ولا من قريب، كاع اللي كيساهم في انجازات ديال فريق النهضه البركانيه كما كان يكون. الرساله ديال اللاعبين. اللاعبين الله يرحم الوالدين يكونوا رجال غدا، الله يرحم الوالدين راه غدا وتمشيو كونجي، روحوا كونجي باقي عاد سيبر بصح باقي عاد سيبر. ان شاء الله غدا ان شاء الله 100% ايوا هذا هو، نتمنوا غير الخير ان شاء الله. السلام عليكم وتحيه لك خويا مزيد والجماهير ديالنا البركانيه اللي غادي تنقل ان شاء الله ان شاء الله بكثره الى مدينه الرباط لتشجيع فريقنا نهضه بركان.
فنتمنوا ان شاء الله يكون تنقل كبير للجماهير ديالنا ان شاء الله باش تدعم الفريق ديالنا، وان شاء الله توجوا بكاس الفضيه الثانيه، ونتمنوا ان شاء الله تمر المباراه في اجواء اخويه بين الجماهير البركانيه والوداديه، ونتمنوا ان شاء الله الرجوع بالكاس والرجوع للجماهير ديالنا بسلام الى مدينتنا بركان، والرجوع بالكاس الغاليه، ولمالا ان شاء الله نفوتوا عاوتاني نلعبوا مع الوداد البيضاوي الكاس السوبر الافريقي، وان شاء الله لمالا حتى هو نتوجوا به ان شاء الله ونفرحوا المدينه ديالنا الساكنه، وان شاء الله وشكرا لك. رساله للاعبين. رساله للاعبين ديالنا، نتمنوكم تقاتلوا في هذه المباراه، راه جميع البراكنا معكم، من سواء الجاليه المقيمه بالخارج اللي راها جات البركان، ولا من الساكنه ديال البركان والمحبين ديال فريقنا البركان في تقريبا في بقاع العالم وفي المغرب بالخصوص، ونتمنىكم ان شاء الله توجوا لنا بهذا الكاس هذه وتفرحونا ان شاء الله، وتحياتي لكم وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. خويا واش غادي نقول لك بالنسبه للمقابله تاع بركان الوداد؟ مقابله تكون قويه وغادي تلعب على جزئيات بسيطه، واللي غادي نتمناو من الفريق ديالنا ان شاء الله يكونوا رجال ويفرحوا هاد الجماهير البركانيه اللي راه شغوفه بهذا الكاس هذا وباغيه تجيب لنا الكاس الثاني ان شاء الله، بوركوا با علاش لا. وبالنسبه للجماهير اللي راه غاديه ان شاء الله للرباط، ان شاء الله نتمناو يكونوا رياضيين ويشجعوا بروح رياضيه ولا للشغف، ونتمناو واحد الانتصار للفريق البركاني، يفرحونا يفرحوا الشعب البركاني كامل، وديما بركان وديما وداد وروح رياضيه. السلام عليكم. احنا نتمناو ان شاء الله الفريق البركاني يجيب لنا شي نتيجه مزيانه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنايا كنعرفوا بركان بان ما يعني كيجيب اللقبات، ان شاء الله نتمناو يجيب لنا هذا اللقب هذا، ونتمناو من الفريق ان شاء الله يديرنا شي صوره زينه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وعارفين الفريق البركاني ان شاء الله في كيجيب اللقبات، ونتمناو يجيب لنا حتى هذا اللقب هذا. نطلبوا من الجمهور يمشي ساند الفريق البركاني، وكنطلبوا من الجمهور ان شاء الله ما يكونش الشغب، هذا الشيء اللي نطلبوا ما يكونش الشغب، ويفرحنا الفريق الوطني الفريق البركاني ان شاء الله يفرحنا، وان شاء الله يكون الكاس بركاني ان شاء الله، هذا الشيء اللي نطلبوا. اهلا وسهلا ومرحبا اخي مجيد، شكرا على الاستضافه. اذا اليوم غادي تنطلق الرحله عبر عاصمه الرباط، اللي اليوم غادي على ما التوقيت لحد الان لم يحدد اخي مجيد، هذه مازال ما عرفناش لحد الان، باقي محيرين واش الخمسه واش سته واش الثمانيه واش الاربعه، اذا ما يهمناش التوقيت، كتهمنا المقابله اكثر ما كيهمنا التوقيت. ان شاء الله نتمنوا الدراري يكونوا في المستوى وما يخيبوش الامل ديال الجماهير، سواء الجاليه المغربيه ولا الجماهير اللي غادي تنقل عبر الحافلات وعبر كل الوسائل النقل والسيارات وبزاف ديال الحوايج. اللي بغيت نقول لك اخي مجيد انهم ما لعبوش مزيان كونتر فاس، راه نهار فاس ما عجبتوناش الاخوان، الله يخليكم، خصكم تكونوا في المستوى وما تخيبوناش الظن ديال هاد الجماهير، مع بالرشيد ما كنتوش مزيان، اقولها واعيدها، الله يرضي عليكم، لعبوا لنا الكرة، راه موراكم جمهور، قبل ما تفكروا في الطاقم التقني والمدرب فكروا في هاد الجمهور اللي غادي يجي موراكم، غتكون وراه الشمس، غادي تكون وراه بزاف ديال الحوايج، ونتمناو الفوز للنهضة البركانية، ونعيدوا الكرة ديال 2018.